بسم الله، السلام عليكم مشاهدنا الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا بحضرتك في رحلة رمضانية جديدة من لقاءاتنا اليومية في هذا الخضم الجميل الكريم الطيب، ألا وهو ذكر الله عز وجل، ذكر آياته المباركة والإجابة على أسئلتكم الكريمة والجوانب الأخلاقية اللي يمر عليها ضيفنا دائما في هذا البرنامج. باسمكم جميعا أيضا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله سيدنا الكريم، وأهلا وسهلا ومرحبا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم وتقبل الله أمانكم. حياكم الله، من الله عليكم بكل خير إن شاء الله. إذن مشاهدنا الفاضل، على بركة الله نبدأ معك هذه الدقائق النيرة. بداية راح يكون عندنا توقف مع آية من آيات القرآن الكريم للتدبر فيها، وبعدها راح ننتقل إلى أسئلتكم وإجابات سماحة السيد عليها إن شاء الله بعد 13 دقيقة من الآن. سيدنا الكريم، الآية المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. من هذه الآية المباركة أريد أسأل جنابك سؤال إذا تسمحون له، عن مدى إمكانية الإنسان يحاول أن يصحح لأخيه الإنسان المؤمن للمؤمن، لأن اليوم صار مفهوم شائع بين الناس اسمه الحرية الشخصية، فخلص ما لك حق تتدخل لأنه هاي حريتي الشخصية. تفضل سيدي. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، مشكلة المسؤولية الاجتماعية فيما بيننا هي مسؤولية دينية قبل أن تكون قضية اجتماعية بحتة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فرض نظاما على الخلق، نظام معين أن هذا صح وهذا غلط، هذا حق وهذا باطل، وهذا حرام وهذا حلال، ضمن النظام الإلهي والتشريع. نعم. وهذه عبر عنها أنها شريعة، هذه شريعة فاتبعها. نعم. ولا تتبع سبل الذين كذا، وكثير من آيات في هذا الصدد. نعم. فنحن في واقع الحال مسؤولون على أنه نتبع الشريعة. اتباع الشريعة بمعنى أن نلتزم بالقانون الذي وضع، والشريعة هي قانون، دستور. نعم. شريعة حمورابي يعني قانون. فشريعة الإسلام هذه أنه أنت يا مسلم في المجتمع الإسلامي مسؤول عن بعضكم البعض، ولا يقول واحد أنا شي خصني وأنا شي دخلني وأنا ما إلي دخل. أنت لست علي حال في منأى عن تحمل المسؤولية. نعم. فإذا أكو شيء اسمه تحمل المسؤولية، أنت مسؤول عن جارك، جارك مسؤول عن جاره الآخر، أنت مسؤول عن ابنك، ابنك مسؤول عن إخوانه، المعلم مسؤول عن تلاميذه، تلاميذ مسؤولون على أن يأتمروا بأمر الأستاذ، وهكذا الرعية والراعي والمسؤول كلكم راعي. أحسنتم. هذه قضية على حال ضمن رؤية قرآنية واضحة. نعم. وهذه كلكم راع بعد واضح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. زين. فنحن كنظام أو كمجتمع إسلامي لابد أن يحافظ على مجموعة القوانين والنظم الإسلامية. يعني أنت إذا تريد تقول أن حريتي الشخصية، الحرية الشخصية نعم في البيت، شخصية يعني أنا كشخص أنا حر، أريد أتعرى، أريد أرقص، أريد أشرب، أريد أغني، أريد أنام، أريد أفعل الكذا، كيفك، بين جدران الغرفة، جدران البيت، أنت حر. وإن كان هاي فت شيء الفات نظر. نعم. وإن كان في داخل بيتك وبين جدران بيتك أيضا بعض الأمور أنت مو حر إلا فيها، كما إذا رفعت صوت المذياع أو رفعت صوتك أو عملت أمور تؤثر على الجيران، هذا أيضا ما لك حق. يعني الآن في أوروبا
مع أنه دولة على أساس متحضرة وكذا ويدافعون عن الحرية الشخصية، في بيتك ما لك حق أنت تعمل أشياء اللي جيرانك شوية ينزعجون شوية. نعم. إذا شوية ينزعجهم يجيبون بوليس عليك، واضح؟ نعم. إذا الحرية الشخصية بمفهومها هي بمعناها الشخصي، بمعناها الشخصي. إحنا شو وقت نقول لشبابنا يا شباب شوية التفتوا، أنتوا جا تسقطون أو تطيحون بتناقضات ما تدرون عنها. حرية الشخص يعني شخصك، حرية الشخص يعني أنا، مو أنت بالكرادة، مو أنت بالشارع، مو أنت بالسوق، مو أنت بالعتبة أو بالمسجد الحرام، مو أنت ضمن مجتمع. نعم. أنت ضمن مجتمع محكوم بمن؟ بأعراف وقوانين إلهية. أحسنت، بقانون المجتمع. نعم. أنت لست شخصا، أنت في المجتمع أنتم جماعة، أنت في بيتك كشخص. نعم أنا معك، افعل ما تريد في بيتك ولا أحد. وإذا تسلقوا على دارك وقالوا ها أنت تفعل المنكر، ذاك يجلد. ليش ليش أنت صعدت على جدار الناس ولا تجسسوا؟ نعم. واضح؟ شوف الإسلام إيش قد دقيق، أنت بيتك وش تسوي سوي. أما لما تيجي إلى المجتمع أنت بعد مو شخص، أنت مو شخصية، أنت ضمن مجموعة، وضمن المجموعة تحكمك، يلا الآن أريد من عندك تحكمك شنو مولانا؟ نعم. قوانين المجتمع مو الحرية الشخصية أبدا. وهذا المفهوم اللي يجي يصير ويلغمطون على شبابنا هذا الكلام، وشبابنا هم تدري فارغين بعضهم بسرعة، بلي حرية شخصية تطلع متعرية. يابا مجتمع محافظ، مجتمع لأي حال متدين، شنو هالطريقة هذه؟ تقول والله حريتي الشخصية، حريتك في البيت، طلعي عساك عاري كما خلقك ربك، مو يمك احنا. نعم. بس بالشارع عندي أولاد، عندي بنات، عندي شباب، عندي ثقافة عامة، عندي حرمة تسمى بالحرمة العفة العامة، هاي كلها لابد أنت تراعيها، ما تراعيها تقعين تحت المساءلة والقانون. الإسلام العزيز يتكلم في هذا المجال على أنه للمؤمنين ولاية على بعضهم البعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض. نعم. أنا يعني وليك يا أخي. يعني ماكو شيء اسمه مالك علاقة، أنت ما تتحاسب مكاني، ما تنام بقبري. أنا يعني مسؤول عنك يا أخي، نام بقبرك، عساك تنام بقبرك، بس أنا مسؤول عنك أنه أجرك إلى الخير، أجرك إلى الخير، أجرك إلى. تقول أنا ما أريد أنجر إلى الخير، لا تنجر الخير، بس أكو شيء آخر. هسه أنا الحمد لله سقطت مسؤوليتي، إذا واحد قال يابا ما عليكم بي، رجاء ما عليكم بي، ما حد إله، لأنه الفقهاء يقولوا الأمر معروف عن المنكر واجب عندما يكون مؤثر. نعم. نسبة تأثير، أما هو حسب تعبيرنا قافل، إحنا ما نأمر بمعروف، ولكن ما لك حق بالشارع، هذا حق الجميع، وأنت لا يمكن لك أن تعتدي على حق الجميع. الاعتداء على حق الجميع والتجاوز على حق الآخرين هذا ليس من شأنك وليس من مسؤول، ليس من صلاحياتك. نعم. أنت تجي تعتدي على العفة العامة، تعتدي على الثقافة العامة، تعتدي على السلوك العام، هذا أنت مسائل وأنا أسألك، ما لك حق. وعجيب القرآن الكريم، يعني أنتوا في برامج القرآنية أو المعجم المفهرس القرآن الكريم روحوا إلى كلمة أولياء. نعم. كلمة أولياء، شبابنا أصدقائنا، روحوا إلى كلمة أولياء، شوفوا رب العالمين يتكلم عن آيات كثيرة أنه الأولياء على قسمين. نعم. الأولياء على قسمين، أولياء مؤمنون، أولياء كافرون. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، رب العالمين يتكلم معاهم كلام جدا حسب تعبيرنا شديد وقاسي. نعم. توين رايحين؟ ليش تتخذون الكافرين أولياء؟ ليش أنتم متأثرين؟ واحد يقول سيدنا ما اتخذت الكافرين أولياء، والله أنا ولي أمر أبويا. لا، تتخذون الكافرين أولياء يعني تتبعونهم في سلوكياتهم وثقافتهم و
على موديلاتهم وما إلى ذلك. نعم. مشكلتنا إحنا بنقول إحنا متدينين، إحنا مسلمين، ولكن زينا زي كذا، طريقتنا طريقة كذا، تصرفاتنا تصرفات الكافرين وغيرهم. هذا هو الغلط. أحد الأخوات أمس اتصلت علي على برنامج من البرامج. نعم. تقول سيدنا بنتي على حال تصلي والصوم محجبة، ولكن الآن على حال وصلت إلى كلية الطب وتدرس سنة ثانية طب، ولكن الآن من تدخل الجامعة تنزع الحجاب وعلى البنطلون والقميص القصير وكذا، وتقول ومكياج. أقول بابا ما يصير، حرام ما يجوز. يقول لا، أنتوا ما تعرفون أن إحنا في زمن آخر وإحنا في ثقافة أخرى. شوفوا، يتبعون ثقافة أخرى ويتبعون نمطا آخر، وهم يتبعون أولياء الشيطان، يتبعون أولياء الشيطان. أولياء الشيطان غير أولياء الرحمن. فهاي قضية الاتباع، هاي قضية الاتباع هو ينتبه إليها. إن شاء الله في يوم آخر راح أتكلم عن قضية التبعية والاتباع، هذا راح أتكلم عنه إن شاء الله تعالى. ولكن عموما اتباع غير الله واتباع غير أولياء الله هذا خط أحمر لا يجوز لمؤمن أن يتعدى. فأنا مسؤول على أن أقول بابا حجابك، بابا مكياجك، هذا الخمر ممنوع ينباع، هذا الطريقة كذا، لأنه العرف العام المسلم طبيعي. أنا مو بلاد الكفار، بلاد الكفار ليس من شأني، بلاد المسلمين وأداب المسلمين ونمط المسلمين لابد أن يكون بهذا النحو، على أنه نحافظ على الآداب. سيد، شنو ربط الثقافة العامة بتخلي عن القيم؟ يعني ما ممكن إنسان يكون هو مثقف بس يظل محافظ على قيمه؟ يعني شنو المشكلة إذا الإنسان ظل يعني متطور ومثقف، يحاول أن يطور إمكانياته وفكرة ويبقى محافظ على نهج الإسلامي، شنو المشكلة؟ ما قاعد أفهم الربط أنا. ماكو مشكلة، بس الناس يخلطون، يتصور على أنه المدنية والتطور وحسب تعبيرنا الثقافة يعني التعري. بابا أنا أقدر أصير بروفيسور وأقدر أصير متخصص جراحة وأقدر أصير أفضل المهندسين بس بحجاب، وأنا شفت بعيني، يعني بعيني شايف مفكرات باحثات مخترعات بحجاب كامل. بس هاي أنه أنا ما أقدر أصير دكتورة، ما أقدر أصير مهندسة بارعة إلا ما أتعرى، إلا ما أتمكيج، إلا ما هذا حسب تعبيرنا الخلط بين الأمور أنا ما جاي أعرفه. إن كانت الثقافة، نعم، إن كانت الثقافة بمعنى التعري والتجاوز والابتذال والتسيب الأخلاقي فلا خير فيها، هاي مو ثقافة، هاي مو ثقافة، هاي يسموها فوضى، فوضى في عالم الأخلاق، فوضى في عالم السلوكيات العامة، وهذا ما نقبلها. نعم. الثقافة بمعنى أكون واعي، واعي واعي في أي مجال من المجالات، أنا مثقف في ذاك المجال. أنا واعي في إدارة المجتمع فأنا مثقف في الإدارة. أنا واعي في تربية أولادي فأنا مثقف وعندي ثقافة في التربية، تربية الأولاد. أنا واعي، هذا الوعي، الوعي خلاف الغفلة. الوعي أن تكون على حسب تعبير على دراية، منكشف القضايا إليك، مو متسترة وموهومة وأنت حسب تعبيرنا تبدأ تخلط بين الصح والغلط. للأسف يا أستاذ مرتضى، نعم، كثير من الناس يتصلون علي، سيدنا الناس وصلوا القمر وكذا وإحنا على حال باقين بقضايا فلان حرام فلان حلال. قلت له في واقع الحال، واقع الحال الذين وصلوا إلى القمر وصلوا إلى المريخ أولئك ملتزمين بكل شيء، بكل شيء حتى جعلهم أن يتطوروا بهذا التطور. جنابك كموظف ملتزم بقوانين الوظيفة؟ أنا شخص، أحد أخوة قال لي أنا بأمريكا، سيدنا أصلا شيء اسمه موبايل بالوظيفة بالدائرة ممنوع أن موبايلك يشتغل، ممنوع. أنت في المصنع شيء اسمه موبايل وكذا ممنوع. يلا الآن في أي دائرة من دوائرنا شوف مكنكين وقاعدين، حتى في المطار ناس يجون طيارة هو قاعد مكنك صاحبنا على البوبجي. هذه وصلك للمريخ؟ وهي فوضى هذه.
احنا نريد نتائج الآخرين بأسلوبنا، ما يصير نتائج الآخرين لازم بأسلوبهم، بأسلوبهم صعدوا للمريخ بالانتظام والنظام واحترام القانون بحذافيرة. نعم، احترام القانون بحذافيرة وصلهم، مو انت التسيب والكذا تجي الوظيفة ساعة 9 وتفتح الأكل ساعة 10 وما أدري كذا، هذه فوضى. لا تنتجوا ما أنتجه الآخرون بانضباطهم. إحنا للأسف حسب تعبيرنا أكو في المصطلح لطيف، نكيل بمكيالين. أحسنتم، هذا غير صحيح. أحسنتم سيدنا الكريم، شكرا على هذه الإيضاحات وهذه الإشارات المهمة. نعود الآن إلى المشاركات ونبدأ بأول المتصلين، الأخ أحمد. تفضل يا أحمد. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حبيت أشارك وأسأل للسيد إذا ما صير. تفضل يا أخي، تفضل يا عزيزي. أنا عندي والدتي. نعم. قبل من كانت يعني كانت بحيلها وهاي كانت تعاني من داء الشقيقة، يعني ما تقدر تصوم، يعني من تجيها صامت تفطر تطيح توقع. نعم. وهسه الحال ما ييسر، مثلا هسه هم حالتها عفه المراره وعفه، يعني حالتها تعبانه. هم نعم. علاج تاخذ، علاج مثل مال المفاصل، وتاخذ علاج مال المعده، وتاخذ يعني ادويه هواي تاخذ. نعم. بس ما الحال مالتها ما تقدر تنطق فطره، يعني مثلا تاخذ هي ما عايشه على السلات وعلى هاي يعني المساعدات. نعم. يعني زين شنو هذا حكمها؟ هم عليها حكم مثلا حرم ما يشفت شيء؟ والسؤال الثاني ولو طولت عليكم. عفوا. تفضل. شنو الحكم مثلا اذا واحد مثلا تجاوز واخذ شويه من الشارع، يعني قدم يعني مثلا قدم شويه الباب مالته على الشارع، حن بيها حرمه هاي؟ ان شاء الله تسمع الاجابه عليها. طولت عليكم. حياك الله اخي الكريم وشكرا جزيلا على اتصالك، وجيد لانه سالت بالجانب الثاني، لان هذا جانب مهم والعديد من الاخوه يعني ممكن يتسالون في داخلهم بس ما حد يجرؤ للطرح على العام. شكرا لك احمد. عندنا اتصال من طالب. تفضل يا طالب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون السيد؟ حياكم الله، بارك الله بكم. أنا مزوج نسوان. مزوج. وحدة بدها مني. بس صوتك خيكون أعلى أوضح، صوتك مو كلش واضح طالب. أنا مزوج نسوان اثنين. مزوج اثنين، نعم. إيه، وحدة بديت بغداد وحدة بديت بديالي. أنبار وديالة؟ لا دياله، مو كلش قاعد افهم انا. عندنا بيت بغداد وبيت بدياله. بغداد ودياله، نعم. ايه، فهذا مصايب من الليل اللي تجي غلاء، يفطرون من ذاك الدرس الثاني بنا. افهمتك. الافطار إيه؟ او الصيام فيما يرتبط بالتنقل بين هاتين المحافظتين. كم يوم كم يوم؟ كم يوم يوم هذه وكم يوم يوم هذه؟ لا انا يعني مو سوى اكثر شيء يبقى. يعني ايش قد؟ اعطيني عدد ايام ولو تقريبي. يعني تقريبي ابقى هناك 20 يوم هناك، خمس ايام، ست ايام. 20 الى 20. واضح. اي بيت يعني واضح. عندكم مداخله سيدنا؟ لا. شكرا لك اخي طالب، تحياتنا لك، وان شاء الله تسمع الاجابه بشكل واضح على سؤالك. تحياتنا الاخ الكريم طالب. من سؤال الاخ طالب نروح الى سؤال من؟ نور. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليك. علينا وعليكم إن شاء الله أختي، حياكم. عفوا سيدنا، بجوز احنا بس سؤال. تفضل. سيدنا، بس أمي مكتوبة 25 سنة صلاة وصيام. نعم. فهي تقول إذا أتفحم قبل وفاتي عن الصيام يكون يصير أنا بعدني عايشة وأتفحم؟ قال هي مقعدة هسه كلش وما تقدر يعني تصوم. مريضة عشان سكر، عشان جلطة، عشان أمراض. ما يخالف الآن عندها أمراض، بس هي ليش تركت الصيام 25 سنة من الصلاة؟ والله يعني سيدي بأيام قبل وهذا، بس تقول أدفع الطحين، يعني يصير أنا بحياتي أتفحم؟ خير إن شاء الله. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي نور، تحياتنا لحضرتك. رحم الله والدك، والصلاة سيدنا هم رحم الله والدك. واضح. يعني لحظة أختي نور، ما تقدر تقضي الآن؟ ما تقدر تقضي الصلاة الآن؟ ليش بتقضيها؟ الصيام عرفنا ليش بتقضيها. لا الصلاة يعني تكرم سيدي أطول إدرار خطيعة الدواي، ما يقدر تصلي يعني مقعدة سريريا، يعني بس نايمة بس ما تقدر. واضح. شكرا لحضرتك على اتصالك أختي نور، والله يمن عليها بالسلامة والعافية إن شاء الله. تحياتي. شكرا. أم محمد أختي الكريمة تفضلي. يلا عيني. سيد شلونك عيني؟
حياك الله حياك الله. عند يوم الصبح يعني الساعة بالخمسة إلا عشرة قعدت متخربطة وشتمة وشربت حقاية. نعم. وأنا من طلع شفت الدنيا ظلمة بعدها. نعم. إي والله. يعني قبل ما قبل ما تشوفين الوقت شربت الحباية؟ خمسة إلا عشرة. لا شربت الحباية طلعت مو أنت خربطت بيت. بلي بلي. خربطت. بني. تمام انت لحد الان ممسكه ما اكلتي وراها ولا شربتي صح؟ لا لا اي ممسكه اي ممسكه. ان شاء الله راح تسمعين الاجابه حجيه. اي شكرا لك. شكرا لحضرتك على اتصالك والله يمن عليك بالسلامه والعافيه والشفاء ان شاء الله. اتصال من منو؟ ام علي اختي الكريمه تفضلي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس اسال السيد انا عندي نذر شرعي اثنين يعني قلت اعطي أطلب مظالم وأسوي كفالة يتيم. فأثناء هاي الفترة زادت حصة اليتيم بالعين. فطبقت نسوة حطيت نسوة صارت بسهم كفالة يتيم. يجوز أني عندي دين وشهد أبني بيت وهذا. بس لحظة لحظة أم علي لحظة بس حتى نفهم. رد مظالم شنو تقصدين؟ شلون تنذرين على رد مظالم؟ فهميني. ما أدري أنا يعني ما صارت لي زيادة بالراتب وشكيت خد خطوات معينة انظلمت بين خد خطوات معينة عبرتها قلت هاي الراتب من عنده راح أسوي رد مظالم هالجزء هالجزء. زين شنو كان صيغة النذر؟ شلون انذرتي؟ شنو قلتي لما انذرتي؟ لله علي يعني أعرفها صيغة نذر شرعية. نعم والآن طبقت تريدين تطبقين اثنيناتهن سوا وشلون؟ لما طبقتها لأن أنا كان عندي بناء وما متمكنة فطبقتها هاي الفترة. يعني شلون طبقتيها؟ سويت الرد مظالم ومن زادت الكفالة مالت اليتيم صارت كلها كفالة يتيم. نعم واضح واضح واضح. شكرا جزيلا على اتصالك أختي الكريمة. سلم القبول لدعائكم أحوج أختي. شكرا جزيلا. تحياتنا الأخت الكريمة أم علي. منها إلى الأخ أبو حسن. تفضل يا أبو حسن. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد هذا عندي والدي رجال كبير ما يقدر يسوق. نعم. ويدفع فدية الصيام أو سيارتي عشان كنت حيله. إيش قد عمر والدك؟ والد عمره 80 سنة عمره. نعم خير إن شاء الله. زين يصير عنده بنت ثاني تابع يصير تهلينا بنت أخ يصير. بلي. واضح. ايه وهي فدية الصيام الكفو والفدية والفطرة يصير لو ما يصير فيها البتين. والفطرة ايضا. تمام عندك سؤال اخر؟ احنا اخواني هم يصير فيها الفطرة لو ما يصير. واضح 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 واضح. شكرا سيدي. شكرا لك وتسمع الاجابه ان شاء الله اخونا الكريم ابو حسن. تحياتي لك ومع الف سلامه. متواصلين مشاهدنا الكريم باستقبال مشاركاتكم. عندنا الان اتصال من وسام. تفضل يا وسام. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. شلونكم سيدنا الله يحفظكم. يعني بعض اتصالات هواي لطيفة وهادئة وكذا. نعم تفضل وحياك. حياك الله أخي وسام يا أهلا وسهلا. الصوت الصوت عيد لي عيد لي شنو اللي قلته وسام؟ سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. سيدنا بلد احمد سؤالي انا طالب جامعي. طالب جامعي نعم. وعندي امتحانات. نعم. لما اريد اجل امتحان يقولوا لي روح سوي اجازه مرضيه. نعم. نعم. هل هاي الاجازه بيها اشكال او ما بيها اشكال؟ وهي غير صحيحه. يعني انت ما عندك شيء صحتك جيده مو؟ صحيح صحتي جيده سيدنا. نعم واضح. بس القانون الكليه هي تقول يعني الكليه تقول اذا تريد تاجل سوي لا هو قانون الكلية مو هيك وسام. قانون الكلية اللي مريض يقدر يأجل مو اللي يريد يأجل يسوي روحه مريض. قانون الكلية هيك صح؟ صحيح. يلا إن شاء الله تسمع الإجابة أخي وسام. تحياتي إليك وإن شاء الله معافى دائما يا أخي الكريم ويبعد عنك كل مرض إن شاء الله لأنه من تمارض مرض ومن تفاقر افتقر. تفضلي أختي الكريمة وسام. ألو. تفضلي. أنا عند زوجي يعني على أنصف يعني هذا يعني يزعل يظن يعني يعني يجيني على أبسط شيء يزعل يزعل. نعم
بس يعني هجر بدون اسباب، بدون اسباب انا كل شيء يعني ما سويت لا طلب كراي يعني هجرني، وانا ما تركت ما اروح يعني اسد كان الابراج على صفحه وظل معدوم. نعم. طب هاي حق الحرام من مرات؟ واضح، تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا ومع الف سلامه. سيدنا احنا همات يعني الله يعينهم الناس، هم ضغوطات الحياه، والحياه بالعراق بصراحه صعبه، فتشوف واحدنا بسرعه يزعل، بسرعه يتعصب، بسرعه يتالم. اي بس عموما هذه كلها ترتبط بكفاءه الرجل ومستوى تدينه وثقافته ومسؤوليته. على حال هذه تختلف ان شاء الله. نسمع الاجابه عن هذا الموضوع بعد قليل. عندنا اتصال من منو؟ نور تفضلوا. نور تفضلوا. اختي الكريمه نور تفضلي. تحياتنا للاخت الكريمه نور، تعاود الاتصال مره ثانيه ان شاء الله وتطرح سؤالها. متواصلين وياكم مشاهدنا الكريم. عندنا اتصال من الاخت الكريمه ام رقيه، تفضلي اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندي والدتي مسوية عملية. نعم. ومن تصوم من بعد الإفطار تتخبط يعني سرعتها آلام ما تقدر، يعني شنو حكم السيدة عليها؟ بعد الإفطار. إيه. واضح، هي من أول يوم لحد الآن صايمة؟ إيه إن شاء الله. تمام، تتخربط ورا الإفطار وثاني يوم ترجع جيدة وضعها الصحي؟ اي يعني كلش يعني تخربط ورا الفطور ما تقدر. واضح، ان شاء الله تسمعين الاجابه والله يمن عليها بالسلامه والعافيه. شكرا اختنا ام رقيه. احمد الو تفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولاي سيدنا حياكم الله، تفضل. الله يعزك. بس وخر لي عن التلفزيون احمد، يا ريت تنتقل لغرفه ثانيه وتسمعني بس من التليفون اذا امكن. الله يطول عمرك مولاي. الله يسلمك عيوني، تفضل. سؤال للسيد سيد رشيد. نعم. الله يعزك، زوجتي ناظره نظر للعباس، السلام عليك العباس. نعم. وانا ما عندي علم. نعم. بس اسال السيد على السؤال. واضح، تسمع الاجابه ان شاء الله. الله يطول عمرك ويحفظك ويسلمك ان شاء الله. شكرا جزيلا، تحياتي لك وشكرا لك اخي احمد على اتصالك وسؤالك. متواصلين باستقبال المشاركات والاسئله. والان مشاركتنا المقبله من من؟ طيب نسمع رساله صوتيه، نسمع رساله صوتيه. نعم. السلام عليكم سيدنا، جاي حفظكم الله. أن والدتي مطلوبة صيام 18 سنة، حاليا قبلت العود صيامها وقبول، أما منها كان في صيامها في زمنها الصيام قليل والتوعية الدينية قليلة، أرجو الإجابة من حضرتكم. عيدون الرسالة الصوتية مرة ثانية، خلينا نسمعها بلا زحمة. السلام عليكم سيدنا، جاي حفظكم الله. أن والدتي مطلوبة صيام 18 سنة، حاليا قبلت العود صيامها وقبول، أما منها كان في صيام في قالت حاليا هل صيامها مقبول سيدنا؟ بلى صيامها مقبول. إن شاء الله تسمع الأخت الكريمة صاحبة الرسالة الصوتية الإجابة على سؤالها بإذن الله تعالى بعد قليل. نأخذ اتصال أخير أو مشاركة أخيرة وبعدها نتحول للإجابة على هذه التساؤلات بإذن الله من قبل ضيفنا الكريم سماحة السيد. رسالة صوتية لو اتصال. اتصال من من؟ نور، خلي تتفضل الأخت نور. هبة، خلي تتفضل الأخت هبة. تفضلي أختي. السلام عليكم، ممكن أحكي لك؟ عليكم السلام، بس ارفع صوتك خيكون صوتك أوضح أختي. ما شاء الله. السلام عليكم سيد الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد عندي سؤال تلفوني، خايفة تعبان. الصوت مو واضح. الصوت مو واضح إطلاقا. الصوت مو واضح أبد. تحياتنا للأخت هبة، إن شاء الله تعاود الاتصال مرة ثانية في وقت لاحق ويكون صوتها أوضح. من ناخذ اتصال من أم فاطمة، اتصال أخير طبعا. أم فاطمة أختي الكريمة تفضلي. تفضلي أختي. أحتوي السيد؟ نعم السيد يسمعك، تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أرجوك من عندك طلب. نعم. سيد أنا من فترة متزوجة وعندي بنية. نعم. صار 3 سنين قاعدة أعدها لي. لا أقدر أشوف حياتي والزواج. لأن بدي أخذها من عندي. وأنا إلي نفس الزوجة أريد أرجع له.
عايزك تدعي لي صلاتك، تدعي لي كل وقت بي مستجاب الدعاء، تدعي لي عند الإمام الحسين، عند الإمام علي، أسألك الدعاء، لأن والله حياتي كلها صعبة. إن شاء الله تسمعين. أنا مش شديدين وياي. الله يعينك، الله يعينك، إن شاء الله ما ينساش السيد بدعائه. تحياتي لحضرتك أختي الكريمة، شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات والمشاركات ونعود إلى الإجابات على هذه التساؤلات. نكرر ترحابنا بحضرتك سيدنا، شكرا جزيلا. سلمكم الله. الأخ أحمد والدته عندها داء الشقيقة، فيقول كانت تفطر، الآن صحيا بشكل عام عندها مجموعة من الموانع الصحية بس ما عندها إمكانية تدفع الكفارة، فكيف تتعامل بهاي الحالة؟ في واقع الحال إذا كان الإنسان معذور من الصوم، يعني سواء كان داء الشقيقة أو شيء آخر، وكان غير قادر على أن يصوم، ليس عليه كفارة. نعم. الكفارة لمن يفطر بدون عذر. نعم. فإذا كان معذور بالمرض أو كذا فعليه فدية. نعم، فدية. والفدية تختلف عن الكفارة. الفدية 3/4 الكيلو طحين عن كل يوم، يعني شهر كامل 22 كيلو ونص، يعني نص كيس طحين الموجود 45 كيلو ونص كيس، ف 22 كيلو ونص عن كل شهر كامل. أما الكفارة لا، عن كل يوم كيس كامل 60 مسكين. نعم. ففي حال حتى الفدية ما تقدر عليها سيدنا، في حال خلينا نفترض يعني إذا واقعا ما تقدر عن نص كيس طحين لكل الشهر. نعم. تقدر؟ نعم. تستغفر الله. إذن أخي الكريم، هو مثل ما ذكر السيد 22 كيلو ونص، 22 كيلو ونص نص. كيلو الطحين عن الشهر كله، يعني خاف الفكرة ما وصل حضرتك إذا كانت معذورة شرعيا يعني. كان سؤال الثاني سيدنا عن حكم اللي يتجاوز ولو قليلا على الشارع فيضم إلى بيته. في واقع الحال أكو شيء اسمه نظام وقانون، سمحت السيد يقول مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها، مو القوانين ما معمول بها، أكو قوانين ما معمول بها، أكو قوانين الآن بالعراق ما معمول بها. نعم. مثلا قوانين السياقة، هواي أشياء ما يعمل حزام، ما حزام، ها في دول أخرى مترين ما تقدر السوق بدون حزام، إحنا نعم. لا، فأكو قوانين غير معمول بها، قوانين غير معمول بها يمكن الإنسان أن يتجاوزها إذا ماكو محاسبة، ولكن سمح السيد يقول إذا كانت قوانين معمول بها يعني يحاسبون عليها ويجرمون وكذا وأنت تتعدى ما يجوز. أحسنتم سيد. الأخ طالب متزوج اثنين، واحدة بدياله واحدة بغداد، فيسأل عن صيامه وعن صلاته بالتنقل بين المحافظتين، ولما سألت حضرتك مداخلا عن كم يوم هنا وكم يوم هنا قال تقريبا 20 بهذا المكان وستة بهذا المكان. 20 يوم هناك وست يوم هنا. في واقع الحال إذا كان فترة طويلة يعني أكثر من يعني سنين 4 سنوات هالشكل بهالطريقة هذه، فيصير ذو محلين، ذو محلين بمعنى أنه ذو وطنين، يصلي هنا تمام هناك يصلي تمام، وهو ليس كثير سفر إذا كان فترة طويلة بهالشكل هذا، فيصير من كان له وطنان. زين سيدنا، هذه ما ترجعنا للحديث عن ما أدري إذا يسمح لنا الأخ طالب بشكل عام نتحدث، شخص متزوج نساء اثنين، فواحدة يظل يمها 20 يوم وواحدة يظل يمها 6 أيام فقط بالشهر، هذا خلاف العدالة يعني. نعم. خلاف العدالة، ولكن إذا هي راضية تقول ياب أنا ليالي أنطيك إياه روح هناك، هذا بحث آخر يعني، هذا بحث مسألة أخرى، أنه هل يجب أن يعدل الرجل بين الزوجتين في الليالي؟ نعم واجب عليه ذلك، هنا ليلة هنا ليلة، هنا 10 هنا 10، هذا بحث آخر. كلام نعم. الأخ لو كان سألنا أنه يجوز لي أقول لا. نعم. بس هو ما سألنا على هذه. نعم. سألنا عن الصلاة، فكمعلومة عامة يعني. سيدنا أحسنتم. الأخت نور أمها مطلوبة 25 سنة صيام وصلاة، يصير تدفعهن على حياتها، تقول شو يعني تدفع؟ الله سبحانه وتعالى ما يحتاج فلوس من عندنا، الله يحتاج من عندنا الطاعة. كم سنة هي ما صالت؟ 25 سنة سيد. بنت مؤدبة وحبابة واتصلت وخايفة على أمها، بس أقول لها شوفي بنتي هذه خلي أمك تصير تجربة إليك،
كل شبابنا خلي يصير دول الكبار السن تجربة إنه نعم. تركوا عبادة الله وتركوا طاعة الله وبعدين من كبروا القولون والضغط والسكر والذبحة والما أدري إيش الآن لا تقدر تصلي ولا تقدر تصوم تقول شنو أسوي فلا يصير يعني كانت خلي دول قدامنا كتجربة لا نصير إحنا نكرر تجربة هؤلاء الذين تركوا الله والآن يردون يعودون وبعد ما يقدرون يعوضون يعني ما يقدرون يقضون فيا شبابنا يا شبابنا تمسكوا بطاعات الله عسى أن لا تندموا ولا تبقوا في مفترق طريق تدرون ما تدرون شو تسوون الأخت الكريمة نقول أولا توبي إلى الله 25 سنة عايفة الله توبي إلى الله توبة نصوح ثانيا اقضي ما فات تقول ما أقدر أنا مريضة من جميع الجهات اكتبي بالوصية أنه عليه كذا حتى يأدون عنك بعد الوفاة من الثلث فقط سيدنا. من الثلث بعد الوفاة أما الصلاة بما أنت عليه تقول سيدنا كل بول وكل نقاسة وكذا خلي تصلي بما هي فيه وهي قاعدة وجهوها على القبلة خلي تصلي قضاء صلي قضاء لأن الصلاة يجب عليها أن تقضي بما يمكن لها وتكتب الوصية أيضا عسى الله أن يغفر لها ما أدري عسى الله سبحانه وتعالى يغفر الله غفور رحيم ولكن بدي أنا ما أريد أخلي يأس في قلب الوالدة ولكن خلي تأدي اللي عليها بحياتها خلي تسوي اللي تقدر عليه تصلي بمقدار اللي يمكن لها تصلي على سجادة ولو بالوضوء حسب تعبير بالطهارة العذرية ما في إشكال الطهارة العذرية يعني هي تتطهر بس أكو نقاسة بدنها وش تسوي هي غير قادرة على تطهير نفسها نعم أحسنت فتمشي نفسها واضح أما أنه الآن بحياتها تطي إيش تنطي تطي كفارات إذا عدها فلوس تطي كفارات الصيام اللي ما صامتها عن كل يوم تشيص طحين 10 سنوات 300 تشيص طحين 20 سنة 600 70 سنة و25 سنة يصير تقريبا 700 كيس طحين ما تقدر تطي 700 كيس طحين وأنا أدري طبعا صار برامجي جايين ناس هالشكل وأمطوا قالوا إحنا عدنا وننطي 700 كيس طحين ولكن بشكل تدريجي شوي شوي تقدر تطي كفارات خد تطي كفارات نعم ويبقى شنو يبقى الصوم عنها تكتب الوصية إن شاء الله تعالى بعد ذلك الله يغفر لنا إن شاء الله يغفر لنا جميعا ويهدينا جميعا الأخت أم محمد تقول اليوم صبح قعدت متخربطة وأخذت علاج وبعدين باوعت شفت الدنيا بعدها ظلمة وبعدين تأكدت أنه لا فاتني الأذى يا ريت كانت تشوف الوقت وبعدين تشرب الحباية يا ريت ليش؟ لأنه الفقهاء يقولوا إن شرب شيئا أو أكل بدون مراعاة الوقت فيجب عليه القضاء نعم ما ارتكبت حرام يجب عليه القضاء يعني صومها تبقى الآن صايمة طبعا وتعيد تصوم ولكن إذا كانت مراعية الوقت يعني شايفة وبعدين يعني لو شايفة والله أنا شفت الساعة 4 بس عيني ما شافت عدل بس راعت الوقت نعم. اشتبهت هنا صومها صحيح بس ولكن المفترض الحالة يعني المفروض تقضي يعني. لا بس عليها قضاء نعم إذن تقضين الأخت أم محمد أم علي تقول عندي نذر شرعي بالصيغة الشرعية أنطي رد مظالم وأسوي كفالة يتيم لعسرة الحال خليتني اثنين مع بعض كفالة اليتيم يعني ليست ضمن واجب وإنما هي شكل تطوع مو شكل نعم يعني هي نذر سيدنا نذر لا كفالة اليتيم نذر أي نعم كانت اثنيناتهم اثنينات النذر نعم هذا اللي فهمته أنا من سؤالها إذا بي فرعين خلي نجاوب على الفرعين إذا كان كفالة اليتيم هالشكل تبرعي وصار النذر على أنه تنطي من نفس رد المظالم تنطي بعنوان كفالة لا أشكال في ذلك أما إذا كل واحد نذر خاص فهنا مشكل لازم اثنين هم سيدنا إيه هذا غير هذا نعم أبو حسن يقول والدة طبعا هي تقول أنا في حال سيدنا لازم اثنيناتهم تفي بيهن وهي وضعها المادي ما يسمح شنو المفروض فلا يجب عليها ذلك يعني نعم. لعدم القدرة إذا ما قادرة لا يجب عليها أبو حسن يقول والدة ما يقدر يصوم كبير بالسن عمره 80 سنة فيصير يدفع هو قال كفارة طبعا ما قال فدية الصيام لبنته وكذلك زكاة الفطرة
كان اكو شق ثاني بالسؤال يقول احنا اخواتها اخوانها يصير ندفع لها لان هي محتاجه؟ الرجل كبير بالسن عليه فديه، والفديه قلنا 22 كيلو ونص عن الشهر كله يعطونه لفقير. نعم يعطونه لفقير. فهل يجوز ان اعطي لبنتي؟ بعض الاعلام يحتاطون يقولوا هذه بنتك واجبه نفقه عليك، فاعطاء الى غيره يعني غير من تجب النفقه، اولادنا بناتنا احنا لازم ننفق عليهم، فالاحتياط ان يعطيه لغير. وكذلك زكاة الفطرة؟ بلي؟ وزكاة الفطرة سيدنا؟ زكاة الفطرة ما يجوز أنا أعطيه لبنتي. نعم. أعطيه لأخوي ما يخالف، لأن أخوي أنا مو مسؤول عنه. لا تجب عليه نفقته. فللأخوة يعطون لأخوانهم أو أخواتهم زكاة الفطرة ما في إشكال، أما أنه أنطي لبنتي أو ابني ما يصير. طبعا في حال أنه المفروض تكون هي أصلا محتاجة يعني. أحسنتم سيدنا. سؤال من الأخ وسام، هو طالب جامعي وعنده امتحانات، يقول من أريد أجل أسوي إجازة مرضية؟ بل في واقع الحال يعني هذا كذب واضح، سمحت سيدي ما يجوز هذا الأمر، يقول هذا النوع من التزوير والكذب فلا يجوز ذلك، وحتى الإنسان لا يسقط في حرمة شرعية ومخالفة شرعية أن يجتنب هذا الأمر، و إما أن يمتحن وإما على حال يتغيب، أما أن يقع في هالشكل مخالفة شرعية ففي إشكال شرعي. أحسنتم سيدنا. الأخت وسن زوجها اتصلت، هي زوجها على أبسط الشيء يزعل بدون أسباب، تقول يظل هو يتكلم فأني أتركه، فهل يلوحني حرام؟ ما دام تركي وما تتكلمين وما تردي هذا جهاد من عندك يعني. نعم. المرأة لما ما ترد زوجها وما كذا ما تتلاسن وياه هذا إنصافا إنسانة مؤدبة يعني ما تريد يعني تثير القضايا، أما إذا تتلاسن وياه يعني هي ضمن الحرب الشعواء، فترك الزوج أن يصرخ أن كذا على حال تركوه عسى لعل أنه هو يهدأ، فلا ليس عليك شيء، ولكن تقول هو يزعل، كلمة زعل يزعل يعني شنو؟ يعني أنه يتركني ويقول أنا ما أترك يعني في الفراش، هنا في واقع الحال إذا كان هو يترك ما مواجب عليك يعني، أما إذا لا وأنت تركي وزعلان عليه لأن سبك وكذا وأنت ما تمكني ما يجوز، تمكين واجب على المرأة. واضح سيدنا. سؤال من الأخت أم رقية، والدتها مسوية عملية، فتقول هي تقدر تصوم بس بعد الإفطار تتخربط كلش تتأذى صحيا. أستاذ مرتضى هي القضية عادية يعني بعد الإفطار إذا واحد شوي ثقل أو بسرعة أكل أو كذا يصير عنده نوع من خصوصا من عمل عمليات معينة ما أدري قص معدة وكذا أكو هالشكل، بس أنا أقول له الأخت ما دام هي تصوم ما عندها أي مشكلة، فالمشكلة اللي بعد الإفطار هي تحاول أن تغير طريقة الأكل أو طريقة أسلوب الأكل عسى ولعل أن تتجاوز هاي المشكلة، ولكن لا يجوز لها أن تفطر لقضية هي في الواقع لا ترتبط بأصل الصوم. أحسنتم سيدنا. الأخ الكريم أحمد يقول زوجته ناذرة بين قوسين للعباس بدون علمه. أولا نذر الناس نذر غير يعني دقيق، الناس لا يعرفون أن ينذروا بشكل صحيح، فنذرها باطل إذا كان مو بالصيغة الشرعية. إيه هو قال للعباس عليه السلام. إيه مو لا مو إذا قالت لله علي أن أذبح ذبيحة للعباس هذا نذر شرعي. نعم. لازم تذبح. مرة تقول يا أبا الفضل عباس إذا نجحت ابني أنا أجيب لك خروف وأذبحه لك، هذا مو نذر شرعي، هذا حكاية. نعم. فإذا كان نذر شرعي يجوز للزوج أن يحل ويبطل نذر زوجته إذا كان نذرها يخالف حقه. أضرب مثال. نعم. نذرت المرأة لله علي أن أزور الحسين ماشية على الأقدام. هذا الرجال يقول بابا تقوم ترحيل الحسين 4 أيام أنا عايفتني هنا شنو؟ أنا حقي شنو؟ فيقدر يبطل نذره لأنه نذرها يتنافى مع حقه. نعم. حق الاستمتاع. أما إذا كان نذرها ما ينافي
ذبيحة والذبيحة من فلوسه وفلوسه خاصة. هنا ناكو كلام بين الفقهاء، هل يجوز للزوج أن يحل نذر زوجته إن لم يخالف نذرها حقه؟ قولان. سماح السيد يقول على إشكال، إشكال يعني الأحوط أنه على الأحوط أنه ماذا لا يجوز له ذلك، يعني ما له حق أن يبطل نذرها، يبطل النذر. فأكو كلام فيه، بس عموما النذر اللي أقدر أنا أبطله نذر زوجتي أو نذر ابني، ابني نذر الأب يقدر يبطل نذر ابنه إذا كان يعطف عليه ويخاف عليه يجوز له، هذا كله إذا كان النذر صحيح. نعم، في حال أنه النذر بالصيغة الشرعية. أحسنت. الأخ الكريم، أو عفوا رسالة صوتية من إحدى الأخوات، قالت والدتها مطلوبة 18 سنة وبسبب قلة التوعية في تلك الفترة، وحاليا هل صيامها مقبول؟ هذا كان سؤالها في الأخيرة، حاليا هل صيامها مقبول؟ ما فهمت السؤال. سيدنا رسالة صوتية إذا تذكرون وضعدناها مرتين، الأخت تقول والدتي مطلوبة صيام 18 سنة وما كانت تصوم لأنه كانت قلة توعية في شأن الصوم ومشاكل، حاليا هي تصوم، صومها الآن مقبول لو لا؟ لأنه هي يعني سابقا كانت عاصية، هذا كان سؤال. إن شاء الله مقبول، ولكن لكل أمر حسابه، يعني رب العالمين يقبل هذا صومها وطاعتها بس يؤاخذها فيما تركته، فلازم تصفي حسابها أيضا. نعم. يعني بالشتاء تقعد الصوم قضاء حتى تصفي حسابها ويا رب العالمين. نعم. ذمتها مشغولة، أن لما ذمتي مشغولة فلازم أكمل ذمتي، يعني أبري ذمتي. نعم. مثل واحد مولانا، واحد يطلبني فلوس 10,000 دينار والآن أنا على حال علاقتي زينة وياه، يقول هاي علاقتك زينة وياه مرضي، يقول إيه مرضي بس ذاك الدين باقي، كل الدين باقي لازم تسدده. السؤال الأخير كان من الأخت الكريمة أم فاطمة، هي مو سؤال بصراحة، هو كان طلب إنه ما تنسوها بدعائكم سيد. أخت الكريمة اللي منفصلة عن زوجها. الله على حال بنتي، أنت لازم يعني تفصلين أمرك، يعني تبقين هالشكل والله لأن عندي بنية وأنت شابة وتريدين زواج والوضع مو زين، هذا مو صحيح. أنت لابد أن تقررين فيما يصلح أمرك. هذه بنتك صحيح بنتك وتريديها وتخافين يأخذوها من عندك، بس القانون مو وياهم، قانون وياك، المشكلة القانون ويا النسوان، يعني الأطفال ما يأخذوها من عندكم، وتقدرين أنت على حال يعني تحافظين على البنية، بس تبقين بدون زواج وانت شابة وعلى حال في ريعان شبابك، هذا مو صحيح، لا أنصح بذلك. عليك أن تحلين قضيتك، لو تطلقين ويا رجال، هي منفصلة أصلاً سيدة مطلقة اللي فهمناها، تار لا قالت أنا تاركة، ما طلبت الطلاق حتى ابني لي بنتي لا يأخذوها. سيدنا تقول بس أتزوج يأخذون بنتي، أنا منفصلة قالت. نعم. ما أدري كلمة منفصلة علي حال. نعم. علي حال أنت لابد أن تفكرين مستقبلك، أما بنتك ووضعك كذا هذا بحث آخر، أنت لابد أنه شابة وتحتاجين زوج وتحتاجين إلى إن شاء الله أولاد آخرين يسدون مسد. أحسنتم سيدنا الكريم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذا الوقت وهذه الإجابات المباركة. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، أشكركم. شكرا لكم، الشكر أيضا لكم مشاهدنا الكريم، لنا ملتقى إن شاء الله يوم غد في هذا الوقت وعلى هذه القناة، لا تنسوا هذا الموعد. شكرا، ولا تنسونا في دعواتكم. في رعاية الله وحفظه.